بالمناسبة ديال الافتتاح موسم القنص اليوم 4 أكتوبر. الحمد لله دوزنا الفاتحة في الصباح ودرنا الدعاء للسدة العالية بالله، وعطينا التعليمات ديالنا اتباع التعليمات ديال السلطات المحلية على حساب هذا الشيء ديال انتشار وباء كورونا كوفيد، الانتشار شوية واتساع شوية والكمامة، المهم والرش ديال السيارات الناس اللي هما غادي يتحولوا للمنطقة شوية بعيدة وما يكونش تكاثر وما يكونش زحام، والحمد لله الافتتاح داز بخير وعلى خير. هذا هو المهم عندنا، رامي كيقلم على السلامة. والواحد بالنسبة للوحيش رغم الجو ورغم الجفاف ورغم الوحش القلة ديالو، الحمد لله داكشي لا بأس به، قضينا اليوم بخير وعلى خير والحمد لله. وفي الاخر كنطلبوا الله يرفع علينا الوباء والبلاء، والله ينصر سيدنا، والله يخلينا الرمق وواحد الصف ديالنا ويعلي الكلمه ديالنا ويخلي المغرب ديالنا ديما الفوق الفوق، والصحراء المغربيه تبقى مغربيه ان شاء الله. بالنسبه لنا احنا كجمعيه كاين عندنا واحد الدفتر ديال التحملات من المندوبيه الساميه للمياه والغابات، ولا بد ما تاخذ باش يتخاض بعين الاعتبار، احنا الواجب علينا كنقوموا به، والمندوبية السامية في شخص المديرية الإقليمية بن سليمان وبهذا المنبر كنشكروا هذوك الناس اللي أدوا ولو في وقت وجيز قاموا بالواجب عليهم وخلوا كاع لبوا الرغبة ديال القناصة، وكنشكروا كاع الناس اللي سهروا على باش يردوا القناص بن سليمان وعلى رأسهم السيد العامل عامل سيدنا الله ينصره على الإقليم، وهذه بادرة متميزة رغم ضيق الوقت. اليوم افتتاح جمعنا كلنا الرمى هنايا ودوزنا المسائل القانونيه كلها دازت، كلشي تفيريفا مزيان، كلشي تقلم مزيان الحمد لله. وكان كف في البدايه تيكون كاين شويه الامور لا باس به، كاين الله يجعل البركه، لنظر الظروف هذه السنه كان موسم شبه جاف، يعني ما كاينش شويه حتى ما كاينش من تيكون الحمد لله تيكون الصيف وتيكون الفلاحه مزيانه، حتى الموسم القنص تيكون توا تيكون الوحش تيكون موجود وتيكون كاع الناس، والحمد لله الحمد لله الامور دازت الحمد لله لا باس به كما شفتوا، راه الحمد لله جنب الله واحد رزق واحد الارنبه الصباح والله يشعل البركه. ايوا الحمد لله، والانسان تيتفرج وتيمارس هذه الهوايه وتي تي داك البريسينغ ديال الخدمه تتحيد عليك وتتخرج شويه، والحمد لله وتشوف الاصدقاء ديالك شي لا ما تنتلاقاو هنا، وهذا القنص هو اللي تيجمعنا هنا بزاف ما تنتلاقاو. بالنسبه لكين هذا العام سنه خاصه اللي كاين واحد المرض اللي كاين هو كوفيد 19، حنا خطينا جميع الاحتياط ديالنا كقناصه هنايا، كاين واحد التباعد مع البعضيات ديالنا، كل واحد بعيد، الى حتى الحمد لله ضرب شي واحد بحال شي وحشيه بحال ما كطاحز ما تمشوش لي اون جروب، تيمشي غير واحد تيجيبها وتيجي والحمد لله كلشي مر بخير والحمد لله، هذا هو اللي كاين.